في أول يوم من شهر رمضان لم يثبت لنا بأنه صيام مؤكد، ولكن بعد قليل قيل لنا أنه صيام مؤكد والحمد لله. ولكن هناك امرأة بعد أن علمت أنه صيام مؤكد استمرت في العقد، فهل عليها إثم أو كفارة؟ وما حكم الشرع في ذلكم العمل؟ إذا لم يعلم إلى رمضان إن في أثناء النهار يعني بعد طلوع الفجر، نعم فإنه يمسك بقية هذا اليوم ولا يأكل ولا يشرب ويقضي هذا اليوم، لأنه لم يصومه كاملا، أنه مر عليه فترة لم يصوم فيها وهي بعد الفجر. فإذا علم بدخول الشهر في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ولا يأكل ولا يشرب ويعمل كعمل الصائم، لكنه يقضي هذا اليوم من يوم آخر لأنه لم يصمه كاملا حيث مرت عليه فترة لم ينوي فيها الصيام. بارك الله فيكم.